نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في عدد من محافظات الجمهورية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في أي من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، موضحة أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية وكذلك المنافذ البرية لمنع تسرب أي أمراض وبائية عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.